something so distant. With you. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هندخل تيمس كلاب. الاصفر الجاهز. ده رز جاهز؟ رز اصفر. شفت ديك لما جبتها كده زي لما تعمل بيض تعمل ايه؟ بترش زي السمنه كده. لا والله زي الزيت اللي بترش. بيبي توميتو بطاطس التوت. انا سلكت جوه. عايز بطاطس ولا حاجه؟ لا، قلت الالوان.
بيتزا جاهزة؟ دي بيتزا يا دوب بس سهلة. هي جاهزة العجينة والصوص بتاعها بالصلصة في كل حاجة. وده تقريبا أكل جاهز ولا إيه؟ آه جاهز برضه على في الميكروويف على طول. أنا مش فاهمة ده إيه يعني. ودي فراخ فرايد اللي هي معموله في الزيت وده طبق سلطه فواكه شكله حلو قوي وده التمر بتاعنا ده التمر بتاع مصر ده بتاع السعوديه معاملة محترمة. ده فندي. ده السفندي هنا ده. هنا دي الخمرة مالهاش دعوة بيها. مالهاش دعوة بيها. ده البرتقال. لا جبنا البودرة لا جبنا الحمرا بس بالسموك مدخنة Thank you.
اللي هي بكريه. المكسرات، هنا المكسرات في منها مملح ومش مملح، ده ميكس، ده مشكل، ده لوز على كاجو على لوز على بندق، ده كاجو بس هو كله كاجو ومشكل. ده اللوز. اتوقع. ده لبسي. ايه ده؟ بالبطاطس.